دكتور دكتور ناصر، دخلنا خلاص مصر ان شاء الله في 1 يناير 2024 دخلت مجموعه البريكس. تمام، احنا طبعا لا يغيب عن اهتمام البرلمان وتحديدا لجنه الاقتصاد باهتمام مصر البريكس، ويمكن نشتغل من دلوقتي او ما اعرفش بقى حضرتك هتقول لي، هل هناك خطه لتشريعات بتسهل عمليه الاقتصاد والاستثمار اللي هيجي، الاستثمار البيني ما بين دول المجموعه، وايضا تذليل العقبات امام المستثمرين، لان ده جزء هيبقى مهم في توفير العمله المحليه اللي بتقوم عليها اصلا فكره المجموعه. هو خلينا بدايه ننطلق في الاجابه على السؤال بتاع سعادتك فيما يتعلق بالاستقرار السياسي داخل الدوله المصريه. الاستقرار السياسي ده احد العناصر المهمه او احد الشروط المتطلبه للانضمام للتحالف بتاع البريكس، وما كان قبول مصر دولة عضو في تحالف البريكس إلا نتيجة لأن هم رأوا في مصر دولة مستقرة سياسيا، وده بالفعل اللي متحقق في الوقت الراهن. يمكن الكلام ده كان واضح داخليا بالنسبة لنا، وكنا شايفينه كشعب مصري أن مصر أصبحت دولة مستقرة سياسيا اعتبارا من 2014 حتى هذا الحين. لكن الاعتراف الدولي من جانب مجموعة الدول في تحالف البريكس بأن مصر تصبح عضو في هذا التحالف ده دليل على أن العالم الخارجي أو الدول الخارجية أصبحت بتعترف بأن مصر أصبحت دولة مستقرة سياسيا. بالتأكيد الاقتصاد لن يكون عديم الصلة بالاستقرار السياسي. دايما وأبدا بنقول أن ما فيش استقرار داخل دولة معينة سياسي إلا بيترتب عليه نمو اقتصادي. مصر كل الخطوات اللي واخدها في الفترة الأخيرة بتدل على أن احنا ناجحين فعلا في عملية التنمية الاقتصادية، ناجحين فعلا ان احنا نحافظ على المشروعات القوميه اللي بدانا فيها، ناجحين ان احنا ناخد خطوات تدي الثقه للعالم الخارجي في الدوله المصريه.